بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نستكمل موضوع الاسترات اند تاي ميثود. يمكن في المحاضرة رقم واحد كان آخر حاجة كنا رسمنا سيمبل بي وعليها حمل يونيفورم، فإحنا هنأجل بس الجزء ده شوية. طبعا إحنا عرفنا في المحاضرة اللي فاتت يعني إيه سيكشنال ديزاين ميثود، وبرضو عرفنا البرنولي برينسيبال، وكنا طلبنا من احد الزملاء ان هو يعمل لنا بريف ريبورت، يعني تقرير صغير كده عن البيندنج ثيري اللي احنا قلنا فيها اسامبشن مهم اللي هو البلين سيكشن، بلين سيكشنز ريمين بلين افتر بيندنج، وبالتالي كان الاسامبشن ده في النهايه بيترجم لان توزيع السترين، طبعا لو فوق كومبريشن وتحت تنشن فتوزيع السترين كان بيطلع لينير، الديستريبيوشن بتاعه لينير يعني خط، وطبعا في فوق كومبريشن وتحت تنشن فبينهم نيوترال اكسس في زيرو سترين، مفيش تنشن مفيش كومبريشن، يعني لو اللي فوق بالسالب واللي تحت بالموجب فلازم امر بالايه بالزيرو كده عند النيوترال اكسس وكده يعني. ويمكن قلنا بعد كده ان في الكلام ده بيبقى في الايه الاوردينري بيمز او الشالو بيمز او السلندر بيمز اللي بيكون الدبس بتاعها صغير، اذا انا قسته بالنسبه لايه بالنسبه للسبان وكده اللي هي البيمز العاديه، ولذلك يمكن الاسم جاء من هنا ايه اوردينري يعني. لكن لما بيبقى عندي ديب بيم، ويمكن احنا هنعرف برضو بعد شوية يعني امتى نقول على الكاميرا امتى نقول عليها ديب وامتى نقول عليها اوردينري وكده يعني. فطبعا الفرض بتاع اللي هو برنولي ان الانفعال لينير ده مع البيمز العادية اللي هي الاوردينري، لكن مع الديب بيمز قلنا التوزيع بتاع السترين بيبقى ايه بيكون نون لينير. ليه؟ الفرضيه ما عادتش فاليد، فبالتالي الديستريبيوشن بيكون نون لينير وكده يعني، فبالتالي مش هقدر اكمل بالبندنج ثيري وكده. بس هو في سؤال انا يعني عاوزكم تحاولوا تجاوبوا عليه، ايه اللي بيخلي السترين توزيع السترين يبقى نون لينير في حاله الايه الديب بيمز؟ فنحاول نجاوب على السؤال. ويمكن ايضا اتعرفنا او عرفنا يعني ايه بي ريجون، البي ريجون اللي هي الجزء من المساله اللي بيبقى اقدر اطبق فيه البيندنج ثيري او البرنولي برينسيبال، او اقول ان السترين لينير. وعرفنا ان في مناطق تانية اسمها الايه الدي ريجون، او بيبقى فيها ديستربنس، فيها ايه تشوه، او فيها يعني لخبطه وكده يعني. وقلنا ان الكلام ده ما عادش بقى ينفع ينطبق عليه الفرض، ولا عاد ينفع يطبق عليه اللي هي السكشنال ايه ديزاين ميثود. وقلنا ان يمكن الكلام ده هنقدر نحله بالاستراد اند تاي ايه موديل. وطبعا لو انا اقدر احل الصعب اللي هو الدي ريجون بالاستراد اند تاي موديل، فيبقى من باب اولى كمان ان انا اقدر احل البي ريجون الاخرى بالايه بالاستراد ايه اند تاي موديل. يعني انا في النهايه ممكن استخدم الاسترات اند تاي موديل لانه يحل المنشا ايه يحل المنشا ايه ككل وكده يعني. طبعا قبل ما نرجع للسمبل بيم، كان في جزء مرتبط بالجيومتري، يعني لو انا عندي سمبل بيم مثلا والسمبل بيم فيها اوبننج، يعني هي في النهايه الدبس بتاعها صغير، يعني اذا انا قارنت الاتش بالال فهي اوردينري عادي مفيش مشكله، لكن المشكله ان انا عندي ايه عندي في اوبننج، في جيت عملت فتحه في الايه في الكاميرا وكده يعني. فلو انا برضو بنفس المنطق جيت في بعيد عن الفتحه وقلت والله ان البرنسبل بتاع البرنولي اللي هو السترين ديستريبيوشن طبعا تحت تنشن وفوق كومبريشن، فلو السترين لينير طيب عند الفتحه لو انا جيت خدت سيكشن هنا كده فين الديستريبيوشن اللي كان من فوق لتحت ده اتقطع بالفتحه ففي جزء منه اتشال، طب الباقي فوق والباقي تحت شكله ايه؟ طب لو انا جيت هنا عند اول الفتحه، لو انا جيت جاست هنا عند اول الايه عند اول او اخر الفتحه
سي عند السكشن رقم مثلا كام؟ عند السكشن رقم واحد. لو انت بصيت عند السكشن رقم واحد هتلاقي هنا على اليمين المنطقه اللي هي دي منطقه فراغ، دي منطقه ايه؟ منطقه فراغ، فبالتالي مفيش فيها سترين، مفيش فيها سترين. فطبعا انا في النهايه اقدر اقول ايه؟ في النهايه اقدر اقول ان لو انا في جزء من الكاميرا هيبقى بي ريجون، بي ريجون وليكن مثلا الجزء ده بي ريجون، ده بي، والجزء ده برضو البعيد ده ينفع يبقى بي. فالواضح ان المنطقه ده هي اللي هي فيها الفتحه، بس طبعا مش الفتحه بس، لا شويه قبل الفتحه وشويه ايه بعد الفتحه زي ما نشوف بعد كده. فالمنطقه دي هتبقى منطقه انتقاليه فيها لخبطه وكده، فيها ديستربنس، فيها ديس كونتينيوتي، بالتالي هتبقى ايه المنطقه دي بقول عليها ايه؟ دي ريجون. ايه اللي عمل هنا المشكله؟ الاوبننج، الاوبننج. يبقى الجيومتري برضه هنا، التغير في الجيومتري عمل لي منطقه ايه؟ دي ريجون. والمنطقه ديت مش هينفع اطبق فيها البرنسبل بتاع برنولي، وبالتالي السكشنال ديزاين ميثود مش هتنفع، وبالتالي كان لازم احلها بايه؟ بنظريه جديده او بطريقه جديده اللي هي في الغالب هتبقى الايه؟ الاسترات اند ايه؟ استرات اند تايم موديل وكده. فهنا ما زال الجيومتري لها دور وكده يعني. طيب نبدا بقى نشوف حاجه تانية غير الجيومتري. يعني انا عندي حاجتين بيعملوا ديسكونتينيوتي او بيعملوا ديستربنس، يعني اقدر اقول ان الدي ريجون في النهايه ايه اللي بيخلقها او بيسببها او بيؤدي لتواجدها؟ عندي في سبب، السبب ده بيبقى نتيجه الجيومتري. حصل مثلا ابرابت تشينج في الكروس سيكشن، حصل ابرابت تشينج في الكروس سيكشن، حصل ابرابت تشينج مثلا فين؟ في الدايركشن نفسه، اتغير الدايركشن. عندي مثلا في اوبننج، مثلا في مساله فيها ايه؟ فيها اوبننج. عندي مثلا في شورت كانتليفر مثلا، الجيومتري بتاعت رجل الفريم كانت ماشيه، فجاه كده خرج من رجل الفريم جزء كده اللي هو بنسميه شورت ايه؟ الجزء ده اللي احنا بنقول عليه شورت ايه؟ بنقول عليه شورت كانتليفر. في كانتليفر صغير كده حصل، فده ساعات بنسميه اكمنه شورت، يعني كانتليفر صغير فبنقول عليه كوربل، يعني مسمى كوربل تعني شورت ايه؟ كانتليفر. واضح ان كل الحاجات اللي قدامي ديت الجيومتري بيحصل فيها تغير، التغير بيعمل ايه؟ خلل، بيعمل خلل. فالخلل ده في الاخر بيكون لي ما يعرف بالايه؟ بالايه؟ بالدي ريجون. في بقى سبب تاني اللي هو اللودنج، اللي هو الايه؟ اللي هو اللودنج، اللي هو الاحمال نفسها. الاحمال نفسها، ان يبقى عندي مثلا، عندي كونسنتريتد مثلا، عندي كونسنتريتد لود مثلا، عندي كونسنتريتد ايه؟ كونسنتريتد لود، او عندي رياكشن. ما هو الرياكشن ايه الفرق بينه وبين الكونسنتريتد لود؟ لما بيكون عندي الكونسنتريتد لود جاي من فوق، ما هو حمل مركز، طب ما هو الرياكشن يعتبر برضه حمل مركز بس جاي من تحت الايه؟ لفوق. فده بالنسبه لي زي ده، الثلاثه دول زي بعض، دي كلها احمال ايه؟ مركزه. بوينت لودز، بوينت لودز. فطبعا انا لما لو تفتكر، لو عندي مثلا سي حمل كده بوينت لود، ما هو الحمل ده من اسمه بيأثر على ايه؟ على اريا تساوي ايه؟ تساوي زيرو. فيحصل ايه تحت اللود؟ في المنطقه اللي هي تحت اللود يحصل كونسنتريشن، كونسنتريشن في الايه؟ في الاجهادات وكده. بعد شويه لما بتمشي بقى ايه؟ سي دي سويل مثلا، ده سويل، اكيد لما تبعد شويه هتلاقي المناطق دي بقت مناطق ايه؟ هاديه، اللودز ماشيه فيها بسلاسه، انما المنطقه اللي تحت الحمل المركز في قيمه عاليه جدا، في تركيز عالي، وبيبدا يعني لما ببعد زي بيقولوا، بنقول ايه؟ دايز ايه؟ اوت، يعني كل ما تبعد بيموت تاثيره يعني حاجه بقى ايه؟ كان في قمه كده وبعدين بتبدا تنزل وبعدين تمشي ايه؟ ثابته. فخلاص يعني انا لو عندي حاجه كده مثلا تحت الحمل المركز، ده التوزيع مثلا، التوزيع ماشي كده،
فخلاص انا بقول ده اللي على اليمين ده مفيش فيه مشاكل، واللي على الشمال ده مفيش فيه مشاكل، المشكله فين؟ في المنطقه اللي فيها الايه الحمل الايه المركز. فلو انا عندي مثلا سيمبل بيم مثلا، والسيمبل بيم ديت عليها حمل مركز وعليها تو رياكشنز، فبلاقي المنطقه اللي عند السبورت دي عباره عن دي ريجون، منطقه فيها ديستربنس، والمنطقه اللي على الشمال برضو دي ريجون، والمنطقه اللي فيها الحمل الايه الحمل المركز برضو هتبقى ايه دي ريجون. ممكن بقى تلاقي في اجزاء بقى ان بتوين، يعني انت او عملت دايره على كل منطقه فيها خلل او فيها قلق، لكن ان بتوين هتلاقي في مناطق هاديه ومستقره، فالمناطق الهاديه والمستقره دي بتطلع على طول ايه بتطلع بتبقى بي اي ريجونز، ممكن اطبق فيها الايه اطبق فيها ايه الفرض بتاع برنولي. لكن اللي عليها دي الديستريبيوشن بتاع السترين ما عادش لينير، الديستريبيوشن اتغير بقى نون لينير، وقلنا احنا عاوزين منكم جواب ليه الديستريبيوشن في الدي ريجون ما بيبقاش بيبقى نون لينير، ايه اللي خلاها نون لينير، ليه ما فضلش لينير وكده. معلش احنا ممكن نأجل الأسئلة في الآخر عشان ما يعني الصوت بيقف شوية وكده، فخلي السؤال في الآخر ماشي. لو انا عندي سيمبل بيم وعليها حمل موزع، يفرق طبعا الحمل الموزع عن الحمل الايه عن الحمل المركز وكده. يعني لو انا تخيلت ان عندي سيمبل بيم وبعدين رسمت البندنج مومنت دايجرام ورسمت الشير فورس ايه ورسمت الشير فورس دايجرام، ده هنسميه في وده هنسميه ام. احنا قلنا طبعا عندنا في الكود المصري بنسمي الشير ايه كابيتال ايه كيو، لكن في الكود الامريكي بيسموه كابيتال في، لان احنا دايما بنعتبر ايه محور اكس مع حركه اسمها يو ومحور واي مع حركه اسمها ايه اسمها في، فاكمن واي دايما مع الرمز في، فهيبقى الشير ممكن اكمنه راسي نسميه ايه في وكده. يعني لو انا جيت خدت سيكشن هنا في النص كده، خدت سيكشن في نص الكاميرا، فبيبقى عندي المومنت ايه المومنت كبير جدا لكن مفيش ايه مفيش شير. طب كمان هاخد اليمنت اللي هو تحت، هاخد اليمنت تحت في البوتوم، يبقى المومنت ده عليه الاليمنت ده عليه ايه؟ عليه نورمال ستريسز فقط، مفيش عليه شير ستريسز. ليه؟ لان اصلا الشير فورس بكام؟ بصفر، يبقى مفيش شير ستريس، في نورمال ستريسز. وطبعا لو انا جيت ارسم النورمال توزيع النورمال ستريس، لو انا شغال لينير الاستيك هتلاقي مثلا فوق كومبريشن وتحت ايه وتحت تنشن، وده النيوترال اكسس. فانا واخد فين؟ واخد اليمنت عند البوتوم فايبر، فيبقى عليه ايه؟ عليه ايه تنشن، والتنشن ده هيبقى ايه اتجاهه ايه، راسي ولا افقي ولا مايل، هيبقى في النص بالظبط، هيبقى عندي تنشن كده ايه اف تي وكده اف تي. فالاليمنت ده عنده ايه تنشن فقط وتنشن ايه افقي، يعني الاستريس على الاليمنت دوت في المكان ده هو عباره عن تنشن بيور تنشن، والتنشن اتجاهه ايه اتجاهه افقي. طيب لو انا جيت خدت اليمنت هنا في المكان دوت، فانا هنزل هنا هلاقي الاليمنت ده عليه ايه، عليه حاجتين، عليه مومنت وفي نورمال ستريسز، في نورمال ايه ستريسز. طبعا انا عارف شكل النورمال ستريسز، النورمال ستريسز بيبقى كومبريشن وتنشن، كومبريشن فوق وتنشن تحت، وطبعا بينهم نيوترال اكسس، لكن في كمان عندي في ايه في شير ستريس، في شير ستريس. طبعا لو انا فارض ان القطاع بقى ما هوش كراكد، يعني نون كراكد ما فيش كراكس، فتوزيع الشير ستريس بيطلع ايه بيطلع بارابوليك كده، بيطلع بزيرو فوق وبيوصل لماكسيمم عند نيوترال اكسس وينزل تاني لزيرو، ده لو القطاع كله ايه شغال. اذا في الحاله دي هتلاقي على الاليمنت ده في حاجتين، في عليه نورمال ستريسز اللي هي جايه له من المومنت، وعليه شير ستريسز اللي هي جايه له منين؟ جايه له من الشير فورس دياجرام. فالاليمنت ده عليه اتنين ستريس، ستريس افقي اللي هو النورمال، وعليه شير ايه ستريس راسي، واحنا قلنا شير الستريس راسي بنحط له شير ستريس افقي عشان الاليمنت ايه ما يحصلوش ايه دوران وكده. المهم انا في الاخر بقول لا، ده انا هشيل الاستريسز الافقيه والراسيه واستبدلها بايه ببرنسبل ستريسز، يعني كاني بحلل الاستريس الافقي اللي هو سيجما والاستريس الراسي اللي هو تاو، بحللهم على زاويه بحيث
يعني اشيل الراس، اشيل الشير والنورمال واستبدلهم بكمبريشن وايه وتنشن، فلاقي الاليمنت ده عليه ايه، عليه تنشن كده، عليه تنشن وعليه ايه وعليه كومبريشن، اللي احنا كنا زمان بنقول عليهم ايه دياجونال تنشن ودياجونال ايه كومبريشن. اذا انا اقدر بنفس الاسلوب اقسم المساله لعدد كبير من الاليمنتس، واقدر عند كل اليمنت اجيب لي ستريسز سواء كانت نورمال او شير، وفي الاخر الفها بزاويه واجيب منها تنشن وايه وتنشن وكومبريشن. يبقى ممكن في النهايه لو عندي بقى سمبل بيم وعليها حمل موزع وفي ركستين، فهلاقي هنا في المكان ده التنشن كده افقي، هلاقي في المكان ده الاليمنت ده لو انا مميله كده يبقى عليه التنشن ايه، ده التنشن اللي عليه، وفي الناحيه الثانيه في ايه في كومبريشن. طيب انا حسبت بقى كل الاليمنتس اللي في المساله التنشن والكومبريشن، وكل اليمنت حسبت له اتجاه التنشن والاتجاه الكومبريشن. طبعا عند الاليمنت ده الاتجاه يبقى كام او الزاويه هتبقى كام، 45 درجه صح. لكن هنا مفيش ايه، هنا عند العنصر ده مفيش كومبريشن، في تنشن، وزاويته هتبقى كام لو هو افقي مع الراس، تبقى الزاويه كام، 90. فقالوا ايه، طيب لو انت عملت القصه دي كلها، طيب ما تعمل خطوط كونتور، اعمل خطوط كونتور. ايه تعريف خط الكونتور؟ هو خط بيمر بالنقط اللي لها نفس الايه، نفس الليفل او نفس الاستريس. يعني لو تنشن يبقى كل الاستريسز اللي لها نفس القيمه اوصلها ببعضيها، لو كومبريشن يبقى اوصلها ببعضيها. فطبعا لو جيت ترسم تحت هنا هتلاقي ده خط الكونتور. ليه؟ لان الاستريس هنا تنشن وافقي، كل ما بتطلع لفوق ايه اللي بيحصل للستريس؟ بيجي هنا تبقى زاويته كام؟ 45 درجه. نفس القصه هيجي هنا كده برضو بعد شويه هتلاقي في ستريس تنشن تاني، بعد شويه في ستريس تنشن. كل دي خطوط كونتور، بس خطوط كونتور ايه؟ بتاع التنشن. كل خط بيتكتب عليه رقم اللي هو قيمه مين؟ قيمه الايه؟ الستريس، وبوصل القيم المتشابهه. طب ما هو زي ما في تنشن في ايه؟ في كومبريشن. طب ما هو عند العنصر دوت كان في كومبريشن، انا بقى لو عندي احمال موزعه هلاقي بقى ايه الحمل الموزع ده في الاخر لازم كل الاحمال الموزعه اللي فوق دي في الاخر تروح للتو سبورتس اللي هم السبورت اللي على اليمين والسبورت اللي على الشمال، هتروح عن طريق ايه؟ عن طريق برضو استريسز، بس ايه كومبريشن. فتلاقي الاستريس بيمشي كده، بس طبعا هنعمله بقى ايه؟ هنعمله دوتد عشان نفرق ما بين الايه؟ نفرق ما بين الكومبريشن وما بين الايه؟ التنشن وكده. فانا هنا رسمت المسارات بتاعت اجهادات الشد، هيبقى ايه؟ الخط سوليد، والضغط هيبقى الخط ايه؟ دوتد. يبقى ده كومبريشن بس للتمييز، وده تنشن، وممكن يقول الاثنين سوليد بس واحد احمر واحد ازرق وكده يعني. فانا رسمت المسار او المسارات بتاعت الاستريسز، كأن الصورة اللي قدامي بتقول لي فين الكمبريشن وفين التنشن. واضح طبعا من المسألة ان في سلاسة شوية، تحس ايه ان الخطوط كده سموث ماشية، يعني ايه في هدوء كده، مفيش رياح مثلا، مفيش حاجة فيها ديستربنس، مفيش ديسكونتينيوتي، تحس ان الدنيا بسيطة وسهلة وكده يعني. لكن بتلاقي الصعوبة أو المشكلة بتظهر فين؟ تظهر عند المخرج. وعند المخرج ليه؟ لأن المخرج ده صغير والحمل فوق موزع على مساحة كبيرة، عشان يخرج من مكان قليل فأكيد بيبقى فيه خنقة شوية، ناس بتتزاحم شوية عند الإيه؟ عند المخرج وكده يعني. فلو أنا بقى رجعت أرسم الكاميرا دي تاني وأقول فين المناطق اللي فيها مشاكل وفيها ديستربنس وكده، هتلاقي المنطقه دي هي اللي فيها خلل والمنطقه دي هي اللي فيها خلل، وبالتالي تبقى ديت هي عباره عن دي ريجون وديت عباره عن دي ريجون، لكن في النص الدنيا سهله وبسيطه وهاديه، ففي النص هيبقى في بي ريجون، والفرضيه تتطبق في المنطقه اللي في النص ديت ما عدا عند مين؟ عند الركيزه. وعند الركيزه هنا كمان الحمل فوق موزع ما عمليش مشاكل، لكن تحت كمان رد الفعل مركز، فكانه حمل على بوينت وستريسز عاليه، فعمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ مشكله. فهنا الدي ريجونز ما حصلش تغير في الجيومتري،
الجيومتري بتاع الكاميرا ايه؟ ثابته من البدايه للنهايه. لكن مين اللي خلق دي ريجون هنا؟ هو اللودنج بقى، هو الاحمال الايه المركزه. بمعنى ايه؟ لو انا بقى جيت اخدت السمبل بيم ديت وعملت بقى ايه حمل مركز بدل حمل موزع، هلاقي ايه التوزيع يبقى في هنا خلل في المنطقه دهيت عشان في هنا حمل مركز، في هنا خلل في المنطقه دي عشان في حمل مركز، في هنا خلل في المنطقه دهيت عشان في حمل مركز. يبقى المنطقه دهيت نتيجه اللودنج هي عباره عن دي ريجون، وديت نتيجه الحمل المركز دي ريجون، وديت دي ريجون. لكن المناطق اللي هي ان بتوين هتبقى ايه بي ريجونز. يبقى انا دلوقتي لاي مساله سواء كانت سيمبل بيم او فريم، سواء كان في مشكله بسبب اللودز او مشكله بسبب الجيومتري، فاقدر اقسم المساله الى ريجونز. المساله اللي قدامي دي اتقسمت مثلا لكام؟ لاثنين بي ريجون، بي واحد وبي اتنين، واتقسمت لكام؟ دي ريجون، دي واحد ودي اتنين ودي ايه ودي ثلاثه. لان هيبقى فيما بعد اول خطوه في المساله ان انا اقسم المساله لايه؟ لبي ريجونز والايه؟ ودي ريجونز. طبعا هيبقى في سؤال دلوقتي واحد هيسال، طب لغايه فين؟ ايه الحدود يعني؟ انت علمت كده مسافه وهالشرط. لا، هنعرف قد ايه حدود البي ريجون وقد ايه حدود الدي ريجونز وكده. يبقى انا عندي الدي ريجون، الدي ريجون عشان تتكون في عندي ثلاث اسباب، عندي ثلاث اسباب. السبب الاول هو مين؟ هو الايه؟ الجيومتري. السبب الثاني هو الايه؟ اللي بيخلق الدي ريجون اللي هو مين؟ اللي هو اللودنج. السبب الثالث بقى مين؟ ان هما الاثنين، ما هو السبورت هو في النهايه ايه؟ هو رياكشن، وبالتالي هو لودنج يعني. فالسبب الثالث ان يبقى عندي الايه السببين مجموعين مع بعض. ازاي؟ لو انا اخذت مثلا ده رجل فريم، ده كلام في فريم، وبعدين عملت شورت كانتليفر، وكمان فوق الشورت كانتليفر حطيت ايه؟ حطيت حمل مركز. يبقى انا هنا المثال ده بالظبط عباره عن ايه؟ عن الحاجتين مع بعض. عندي في جيومتري اتخلقت، او لو انا كنت ماشي من فوق لتحت فالجيومتري ثابته هي، لكن اتغير، حصل تغير في الجيومتري بسبب مين؟ بسبب الجزء اللي زاد ده. يبقى ال 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 القطاع مش ماشي ثابت من فوق لتحت، لا، حصل تغير في الجيومتري. في كمان سبب ان الشورت كانتليفر ده عليه ايه؟ عليه كونسنتريتد ايه؟ عليه كونسنتريتد لود. فبالتالي السبب الثالث ان يبقى عندي جيومتري وعندي لودنج في ايه؟ وعندي لودنج في نفس الايه؟ في نفس الايه؟ الوقت. السؤال بقى اللي جاي بعد كده، قد ايه بقى السايز بتاع الريجون نفسها؟ احدده ازاي؟ احدد البي ريجون حجمها كام، او دي ريجون حجمها كام؟ ففي مبدا اسمه ايه؟ سانت فيننت. في واحد عمل برينسيبال، سانت فيننت اس ايه اي ان تي، فيننت في اي ان ايه ان تي برينسيبال. الشخص ده عمل فرض يعني اسامشن، يعني هو في الاخر برضو تقديري، ما هوش مش قران يعني هو راجل عمل اسامشن، واحنا يعني ايه هنمشي على الاسامشن لغايه ما حد بعد كده يجي ايه يحسن او يعدل او يغير وكده يعني. وساعات بيختصر يعني سنت بتتكتب اس تي فقط دوت وبعدين فيننت برنسبل كده، طبعا في ابوستروف عشان الملكيه برنسبل. المبدا ده احنا هنكتبه وبعدين نشرحه كده يعني، لان طبعا ليه منطوق وكده، ليه منطوق، وبعدين نشرحه على الايه على المسائل وكده يعني. هو بيقول ايه؟ بيقول ذا يعني، المشكله طبعا في الكتابه صعبه شويه، ذا لوكالايزد افكت اوف اي ديستربنس. يعني لما بيكون في عندي ديستربنس
الديستربنس دوت بيعمل ايه؟ افكت لوكال في حته كده، في حته صغيره، وبعد كده بيبدا ايه؟ يبدا ايه؟ يموت. الديستربنس دايز اوت، يعني بيتلاشى او بيموت يعني، او بينتهي باي اباوت، باي اباوت وان الممبر ايه؟ وان الممبر ايه؟ الممبر ديبس. From the point البوينت اوف ايه؟ ديستربنس. طبعا انا هكتفي، هو المنطوق باقي له ايه؟ باقي، بس انا هكتفي بالجزء دوت يعني. هو بيقول ايه بقى؟ لو عندي في ديستربنس في مكان، في خلل او في قلق، فالقلق ده مش بيستمر لما لا نهايه، لا ده هو لوكال. لوكال يعني ايه؟ يعني هيحصل في جزء بسيط وبعد كده يموت. يموت بعد قد ايه؟ هي دي المسافه اللي احنا ايه؟ اللي احنا محتاجينها، اللي هو بيقول باي اباوت وان وان الايه؟ الممبر ايه؟ ديبس، يعني الديبس بتاع الايه؟ الممبر. يعني مثلا لو عاوزين نطبق البرنسبل ده على المساله، فاكرين المساله اللي كانت في البدايه خالص، احنا قلنا هنا مين اللي هيعمل الدي ريجون هنا؟ لو تخيلت ان ده جزء في كاميرا وعليه نفس المومنت، بيور مومنت سي على اليمين وعلى الشمال، فهنا في ابرابت تشينج في الايه؟ في الكروس سيكشن، فده جيومتري. فلو ده الدبس هنا مثلا اتش 2 اللي هو الكبير، والدبس هنا اتش 1، فالمنطقه بتاعت الديستربنس لو انا عند سيكشن 1 1، فانا عاوز احدد قد ايه الدي ريجون، السايز بتاعها امشي قد ايه في الدي ريجون وكده. فمن المنطوق بتاع سانت فيننت يبقى همشي قد ايه؟ بيقول لي ايه؟ وان الممبر ايه؟ دبس. طب انا عندي الدبس على اليمين كام؟ الدبس على اليمين كام؟ اتش 2 صح؟ يبقى انا امشي هنا مسافه افقيه تساوي كام؟ تساوي اتش 2. طب الدبس على الشمال كام؟ اتش 1. اقوم امشي مسافه على الشمال افقيه تساوي الايه؟ الاتش 1، واقوم اهشر الايه؟ اهشر المنطقه دي. يبقى ده حدود الايه؟ حدود الدي ريجون. طيب لو انا اخدت مساله ثانيه مثلا، لو انا اخدت سمبل بيم مثلا وعليها حمل مركز فوق في النص، وهعتبر ان ديت مثلا ال مثلا، وهعتبر ان ديت اتش، وهعتبر ان ال بتساوي خمسة او ستة الاتش، ستة الاتش، اعتبر ان ال ال تساوي ستة الاتش. طيب لو الحمل ده بي، طبعا بيروح هنا بص بي على اتنين وهنا بي على اتنين. طبعا نخلي بالنا لان ده هيبقى اول خطوة في المسألة، زي ما قلت لك ان انت لازم تحدد الايه؟ الدي ريجونز اماكنها فين، وتحدد الايه؟ البعد، تحدد لغاية فين، المقاس، الطول وكده. طيب مين اللي هيعمل الدي ريجونز هنا؟ الجيومتري ولا اللودينج؟ اللودينج. ليه؟ لان الجيومتري ايه؟ الجيومتري ما اتغيرش وكده، اللودينج. طب اللودينج هنا الاحمال المركزه والايه؟ والرياكشنز، يبقى عندي كام لود هنا؟ عندي ثلاثه. طيب اجي انا عاوز ده اولا الرياكشن دوت يبقى عنده دي ريجون، امشي قد ايه افقي؟ ما انا الراس بالنسبه لي متحدد خلاص، امشي قد ايه افقي؟ امشي افقي اتش، يبقى المسافة ديت كده خدت من الستة اتش واحد، يبقى ده اتش. طيب وعلى اليمين همشي برضو اتش، يبقى هشر كده واقول المسافة ديت اتش. طيب اللود بقى اللي في النص، اتنين اتش، لان لو انت بصيت في المنطوق بتاع هتلاقي يقول لك يعني ايه يمين وشمال الايه، لان اشمعنى هاخد يمين ما اخدش شمال ليه؟ ما هو الديستربنس هيبقى يمين وايه وشمال، فانا هاخد هنا، هو الراجل قال اتش يمين واتش شمال، فانا ما ينفعش اروح انا فانا هاخد هنا اتش على اليمين، واخد اتش على الايه؟ اتش على الشمال، يبقى هنا اتش وهنا اتش. طيب في الحاله ديت هل في باقي من الكاميرا؟ انا ادا اتش 2 3 4، يبقى باقي ايه؟ باقي ادا ده، يبقى الحته دي على طول يبقى اسمها ايه؟ بي، والحته دي اسمها بي، وكل واحده فيهم ارضها كام؟ عرضها اتش. يبقى عندي المساله ديت فيها 3 دي ريجونز
وفيها اتنين ايه بي بي ريجونز. طبعا انا بالنسبه للبي ريجون احلها ازاي؟ لو عاوز احل البي ريجون واطلع الحديد بتاعها، ارجع بقى للفرضيه بتاعت البيمز اللي هو السترين يبقى ايه لينير، واجيب الاستريس واجيب الفورس سي والفورس تي، الكلام اللي خدناه في الخرسانه. لكن الدي ريجونز لازم الجا لمين؟ الجا عشان احل الدي ريجونز الجا بقى للاسترات اند تاي موديل. لكن واحد يقول طب ما بدل ما احل بطريقتين، طب ما ينفعش احل المساله كلها بي ودي ريجونز بالاسترات اند تاي؟ ينفع، لان الاسترات اند تاي جنرال تنفع للبي وتنفع للايه للدي، وزي ما نشوف بعد كده هتنفع لكل انواع الخرسانات. يعني لو انت شغال ار سي ماشي معاك، لو شغال بريستريسد ماشي معاك، لو شغال بلين كونكريت، اي نوع من انواع الخرسانات الاستراتا انتاي هينفع. وبالتالي من هنا اخذت اسم ايه، قالوا عليها ايه، يونيفايد ديزاين. ايه ديزاين ميثود؟ يعني ايه يونيفايد؟ يعني كانها نظريه موحده، يعني او يعني تنفع لايه، تنفع لكل انواع الايه الخرسانات. واحنا يمكن قلنا قبل كده ان احنا لو جمعنا الخرسانات او انواع الخرسانات كلها اللي هي مثلا البري ستريسد مثلا والار سي مثلا اللي هي رينفورسد كونكريت والبلين كونكريت، كل الانواع دول فاكرين كان ممكن نجمعهم تحت اسم واحد اللي هو الايه اللي هو ستراكشرال ايه اللي هو ستراكشرال كونكريت. يبقى انا ممكن دلوقتي اقول ان السلات اند تايم موديل دي تنفع للستراكشرال ايه الاستراكشرال كونكريت، يعني ايه؟ يعني تنفع لكل انواع الايه الخرسانه وكده. وبالتالي طالما هي تنفع لكل الانواع وتنفع للبي ريجونز وللدي ريجونز، فهي في النهايه يونيفايد ايه يونيفايد ديزاين ايه ميثود. كان مع الوقت او في الايام اللي جايه ممكن تعمل كل حاجه بالايه، تحل كل المسائل عن طريق مين؟ عن طريق الاسترات اند ايه اند تاي. طيب لو انا جيت اخذت مساله ثانيه نفس المسألة اللي فاتت، بس أخدت الـ L بتاعتها ده الـ H، أخد الـ L تساوي 4 الـ H، وهنا حمله مركز في النص، حمله مركز في النص، فهنا هيطلع إيه بقى في الحالة ديت؟ هيطلع إن المركز اللي في النص أخد H صح؟ ويمين و H شمال، والرياكشن اخد اتش والرياكشن اخد اتش. يبقى انا هنا عندي كام دي ريجون؟ عندي اربعه، او يعني لو انا بقسمهم اربعه، لكن هم كلهم في النهايه يتسموا ايه بقى؟ 1 دي ايه ريجون. هو انا هم دخلوا في بعض خلاص، وانا هاجي اقول لواحده اولك هنا واخرك هنا؟ لا خلاص، يبقى في النهايه المساله ديت 1 ايه 1 دي ريجون. طب ليه في اللي قبلها كنا بنقول دي واحد ودي اثنين ودي ثلاثة؟ ليه؟ عشان كان في فاصل اللي هو الايه البي ريجونز، لكن هنا حصل ايه؟ حصل ان هم في النهايه تداخلهم. طب الاصعب بقى من كده ان انا اخد مساله ان يبقى الايه ان يبقى ال ال بتساوي 3 الاتش، يبقى ال ال بتساوي ايه 3 الايه الاتش، وعندي برضو حمل مركز في النص. طيب تعالى نجرب هنا يحصل ايه. لو انا اخدت الدي ريجونز بتاعت الحمل المركز، سي ان هي دي كده اتش يمين واتش شمال صح؟ طب عاوز اجيب الدي ريجون بتاع السبورت والدي ريجون بتاع السبورت، هيحصل ايه؟ هيحصل هنا اوفر ايه؟ اوفرلاب، فهتلاقي فيه اوفرلاب. طيب لو حصل اوفرلاب اعمل ايه في الحاله دهيت؟ في النهايه برضو دول هيتحولوا ل1 ايه؟ يبقى لما بيحصل اوفرلاب خلاص انا بشيل الاوفرلاب واعتبر عندي الايه؟ المساله كلها كانها ايه 1 ايه 1 دي ريجون وكده. طيب لو انا عندي فريم مثلا، لو عندي فريم مثلا الكورنر بتاع الفريم هو اللي عنده المشكله، انا اعتبر ان مفيش مشاكل غير ان عندي جيومتري اتغيرت، في ابرابت تشينج في الجيومتري، واحد ماشي افقي ماشي بعربيه فجاه بتقول له خد زاويه 90 درجه، مستحيل العربيه هتعمل حادثه وكده. ففي الحاله ديت هيبقى عندي هنا مسافه هنا وعندي مسافه هنا، وبيدخل معاهم مين بقى؟ المربع ده اوريدي كده كده ايه داخل، بس انا هاخد هنا مثلا ده اتش مثلا، لو انا اعتبرت ان الارتفاع بتاع الكاميرا زي عرض العمود فهاخد اتش تحت واتش فوق، ويدخل معاهم الكورنر، لان اصلا لو انت بتقول ان دي الجردر، لو دي الجردر وبترسم ده العمود
فاصلا بطبيعه الحال حصل اوفرلاب، يعني الجردر دخلت في العمود والعمود دخل في الجردر، فالكورنر ده اصلا من غير اي حاجه هو في مشاكل يعني، لكن المشاكل بتمتد شويه يمين مسافه اتش وتمتد برضو شويه، بس لو طبعا الدبس بتاع البيم غير الدبس بتاع العمود، فالمسافه اللي همشيها فوق غير الايه، لكن لو الاثنين قد بعض ففي الحاله دي يبقى عندي هنا دي ريجون على شكل ايه، على شكل حرف ايه، على شكل حرف ال، على شكل حرف ال. طيب انا بقى اديك مسائل تفكر فيها، يعني احنا ممكن ناخد مثلا سيمبل بيم مثلا كده، ناخد سيمبل بيم وعليها حمل مركز مثلا، حمل موزع سوري، وهنعمل في السيمبل بيم ده هيت اوبننج، هنعمل فيها اوبننج، وهنقسمها مثلا ال مثلا ال ال، و هنسمي مثلا الارتفاعات اتش على 3 واتش على 3 واتش على 3، وانت يعني افترض اي فرضيات بقى مع نفسك كده، خد مره الاتش نسبه من ال، خلي الاتش صغيره جدا والال كبيره جدا، واقعد مع نفسك ارسم الدي ريجونز والبي ريجونز، لان ده ممكن سؤال بسيط يجي في الامتحان، مجرد سكتش يعني، انا بس عاوزك تحدد لي على المساله فين البي ريجونز والدي ريجونز وحجمها وكده يعني. طبعا انا هنا عندي مين اللي هيسبب هنا الدي ريجونز، مين المؤثر الخارجي اللي هيسبب الدي ريجونز، عندي حاجتين اللي هم ايه، جيومتري، الجيومتري ليه، لان هنا كان في جيومتري، لو انا خدت سكشن هنا غير ما اخد سكشن هنا، فحصل تغير في الايه، في الجيومتري، وفي نفس الوقت حصل تغير في الايه، حصل في لود، في كونسنتريتد لود، لكن الحمل الموزع مش هيعمل لي ايه، مش هيعمل لي مشاكل وكده. فانا عاوز اعرف انت بقى الكلام ده هتقدمه لي بقى يعني، هتحطوه في تحسبوه وبعدين ايه اشوفه كده. لو انا تخيلت بقى مساله تانية برضو، تحاول تحل المساله التانية دي، لو انا عندي فريم مثلا، عندي فريم، وبعدين هفترض في الفريم ده ان في شورت كانتليفر كده، في كوربل، والكوربل ده عليها حمل مركز، وهفترض ان ده الفريم، وهفترض ان في ناحيه من الفريم يعني في هنجد سبورت، يعني السبورت هنا طبعا احنا عارفين الهنج بيبقى ايه، كان مفيش ايه مفصل، يعني كان انت يعني ما عادش فيه خرسانه، يعني كان دي بوينت، يعني مفيش بوينت، فالوضع هنا بالظبط كان ده، كان في هنا كونسنتريشن. ليه؟ لان الجيومتري اتغير برضه، يعني كان في حاجه ضخمه، لو انت خدت سيكشن هنا في الرجل بتاعت الفريم، بعد شويه ما عادش فيه سيكشن، سيكشن ايه تلاشى بقى ايه بقى. ونفس القصه لو انت بتبص على القاعده، فالقاعده كبيره ولها سيكشن، لكن برضو يعني في نقطه كده كان الجزء ده حمل مركز مثلا، بيصد في الفريم وبيضغط على مين، وبيضغط على وطبعا اتخيل ان في هنا 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 في فتحه كده، وتخيل اي بقى شكل، يعني دي قاعده عاديه كده مفيش فيها ايه، كانها فيكسد وكده يعني. فده فريم، وهتخيل مثلا ان الاحمال موزعه كده، حط اي دايمنشنز كده وبعدين ارسم الدي ريجونز وكده يعني. عاوزين نشوف شويه المبدا بتاع ازاي احدد حجم الدي ريجون وكده يعني. لو انا تخيلت اللي هو اللي هو سانت فينانت برينسيبال، هنبص عليه شويه يعني ليه بيحصل ديستربنس يعني. لو انا تخيلت ان انا عندي عمود، تخيلت ان انا عندي عمود، والعمود ده عرضه سي اتش مثلا، وفي الناحيه الثانيه عرضه اليونت، ده في الناحيه الثانيه يعني، وتخيل طبعا ان في فوق حمل اف، وتحت بقى في تو رياكشنز، يعني انا لو ببص في الاليفيجن هشوف الشكل دوت، هشوف مستطيل، مستطيل ايا كان ارتفاعه بقى، سي ان الارتفاع ده ال مثلا، ارتفاع صغير عشان ما ندخلش في مشكله الباكنج يعني. فهتخيل ان انا عندي
عندي عمود بالشكل دوت قطاعه يعني الاليفيجن بتاعه مستطيل، وفي هنا فوق قوة اف، لكن هو مرتكز تحت على ركيزتين اف على 2 واف على 2. والسكشن بتاعي اللي هو سكشن العمود هيبقى عبارة عن ايه؟ عندي اتش في 1، ده لو انا عايز احسب الايه الكروس سكشنال اريا بتاعت الايه العمود. انا عاوز اطبق او اشوف المبدا اللي عن طريقه بحدد السايز بتاع الدي ريجون بيتحدد ازاي. طبعا انت من غير حسابات، لو انا اديت لك المساله ديت، لو انا اديت لك المساله ديت وقلت لك في هنا حمل مركز اف وعندي الطول ده كبير كبير بالنسبه، وهنا اف على 2 وهنا اف على 2، وقلت لك والله ده اتش وده مثلا 4 اتش مثلا كبير بالنسبه لاتش يعني. لو انا قلت لك هنا الدي ريجونز هتتكون بسبب ايه؟ جيومتري ولا اللودنج؟ الجيومتري اتغيرت؟ ما اتغيرتش. مين اللي اتغير؟ اللودنج. عندي احمال ايه؟ كونسنتريتد. في حمل فوق كونسنتريتد اللي هو الاف، وفي تحت اثنين رياكشنز. انا ما ببصش للرياكشنز على انها رياكشنز، لا هي كونسنتريتد لودز ايضا بس بتؤثر لايه؟ لاعلى. وفي النهايه المساله اندر ايكوليبريم، لو انا بعمل اتزان في اتجاه راسي فالاف بتساوي اف على 2 زائد اف على ايه؟ على 2. طب لو انا قلت لك ارسم للمساله ديت الدي ريجونز، فين الدي ريجونز؟ فوق هيبقى في دي ريجون صح كده؟ ارتفاعها كام؟ اتش صح؟ اعتبر انك خلاها افقيه لو وتحت برضه في دي ريجون. ليه؟ المفروض تحت في اتنين دي ريجون لان في اتنين سبورت بس اصلا هيخشهم في ايه؟ في بعض. فانا لما تيجي تحسب لده اتش هتلاقيه وصل للنهايه، وتحسب لده يعني كانهم اتنين دي ريجون منطبقين على بعض يعني في تطابق، لكن يبقى لفوق اخد مسافه كام؟ اخد مسافه كام؟ اتش. يبقى اللي في النص ده ايه؟ بي. وعندي فوق دي واحد، هنا بقى في دي واحد ودي اتنين، ما ينفعش اقول ايه كلها دي واحده، لا اتنين دي ريجون وفي بي ريجون في النص. لا انا مش عاوز اوصل للكلام دوت كده، انا فاهم، انا دلوقتي بطبق البرنسبل، لكن انا عاوز اثبت البرنسبل نفسه جه ازاي. فهو عمل ايه؟ قال انا هشيل المساله دهيت اللي عليها حمل مركز فوق وحملين تحت، واستبدلها بمجموع مسألتين، استبدلها بايه؟ بمسألتين. كأني بعمل ايه؟ حاجتين واجمعهم على بعض، لما اجمعهم على بعض يدوني مين؟ يدوني الاصل. لو انا تخيلت ان الاصل اسمه ايه؟ فانا بقول ان الايه تساوي بي مجموع عليها مين؟ مجموع عليها ايه؟ سي. فاصلا انا كان عندي هنا حمل اسمه اف، حمل اسمه اف، وهنا حمل اسمه ايه؟ اسمه اف على 2 واف على 2. ده كده اف على 2 وده اف على 2 ودي الحاله بي. انا هضيف للمساله دي حاجه، لان انا ما ينفعش اسيب الشكل ده كده واقول زائد حاجه زائد ايه ده. طب ما هو ده هو ايه؟ يبقى لازم اغير فيه شيء عشان اضيف له شيء يعكس الايه. طيب فانا هعمل ايه؟ هعمل ايه في المساله دهيت؟ هضيف ايه؟ هضيف ستريس. لو انا ضفت ستريس كده لفوق، ضفت ستريس لفوق، حطيت ستريس لفوق، قيمته تساوي كام؟ قيمته تساوي كام؟ اف على اتش في واحد. قسمت، جبت ستريس عباره عن حاصل قسمه القوه الموجوده اصلا. انا بفرض اي فرض، بفرض اي قيمه، انا بفرض ستريس هضيفه على الشكل، افرض اي قيمه. لا بس انا افترضت ستريس قيمته تساوي القوه مقسومه على الاريا، بحيث ايه؟ انا عاوز اوصل لايه؟ ان انا لو جيت هنا ادور على المحصله تطلع بكام؟ بصفر صح. طيب يبقى المساله كده متزنه؟ مش متزنه. ليه؟ لان انا طيرت القوه اللي فوق بالستريس. طب ما لسه في قوتين تحت اقوم حاطط لهم برضو ايه؟ استريس برضو ايه؟ كانه بيشد. فالاستريس اللي تحت ده برضو هو نفسي اف على اتش زائد ايه في واحد. طب ليه اف؟ طب ما هي الاف هي مجموع اف على 2 زائد اف على ايه؟ 2. يبقى برضو في المنطقه ديت حصل ايه؟ اتزان. كده المساله ما بقتش هي ايه؟ المساله بي، ما بقتش المساله ايه؟ ايه او معكس. اعمل هنا ايه بقى؟ احط ستريس ايه بقى؟ عكس الاستريس اللي انا ضفته، يبقى كومبريشن صح؟
يبقى ايه؟ يبقى كده كومبريشن صح؟ طيب يبقى دول المسالتين، دول المسالتين. طب تعالى اخش على المساله رقم سي، الحمل فوق او الاستريس فوق ايه؟ كونسنتريتد ولا يونيفورم؟ يونيفورم. وتحت يونيفورم، يعني لو انا كل سهم من فوق عاوز يخرج تحت هيعمل ايه؟ هيقعد يمشي راسي صح؟ هيمشي كده. يعني لو انا بوزع، لو هي دي ميه وديت ستريم لاينز مثلا خطوط الميه، فهتلاقي فعلا خطوط متوازيه ومفيش ديستربنس، مفيش ديسكونتينيوتي، مفيش مشاكل، مفيش دوامات، مفيش لخبطه، يعني في هدوء، في سموث صح؟ فتلاقي هنا ايه؟ مفيش دي ريجونز، مفيش ايه؟ دي ريجونز. فيبقى المساله الثانيه دي كلها على بعضها ايه؟ بي، كلها على بعضها بي ريجون. خلاص ده ما يلزمنيش. طب تعالى بقى نروح للايه؟ للجزء اللي هو الاولاني. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لو انا جيت عند اي مكان في المكان دوت كده، لو انا خدت المكان دوت وقلت لك احسب الاستريس هنا في المكان ده، جوه المكان ده، تطلع الاستريس بكام؟ لو انا وقفت هنا عند الخط ده وقلت لك خد سميشن للفورسز، يطلع بكام؟ بزيرو صح؟ يبقى حتى لو انا بعدت شويه عن الحته اللي فوق دي وبعدت شويه عن الحته اللي فوق دي، فالمنطقه اللي تحت دي كلها لو خدت سيكشن في اي مكان، الاستريسز بكام؟ بزيرو صح؟ الاستريسز بزيرو. لكن فوق هنا، فوق عند التوب، لو انت نظريا خدت سيكشن بعد ملي واحد يطلع الاستريس بصفر، لكن في الحقيقه مش هيحصل كده. ليه؟ لان القوه اللي فوق ديت هتضغط شويه، بتضغط شويه، وفي واحد تاني بيسحب، فكان ايه؟ في منطقه صغيره هيحصل فيها ستريسز لا تساوي صفر، بس ايه؟ كان في شويه ضغط قابلهم، شويه شد اتزنوا معاهم، لكن في منطقه لازم يحصل فيها ايه؟ ديستربنس، لازم يحصل فيها ايه؟ خلل. يعني هديك مثال يمكن واقعي شويه في حياتنا. لو انا عندي مثلا بالونه، مثلا لو انا عندي بالونه مثلا، والبالونه ديت انت عاوز تشدها من هنا كده، لو شدتها كده هتمشي معاك، انا عاوزها ما تمشيش، فبعمل ايه؟ بضغط بصباعي هنا وهنا بالظبط. لو انا عندي حاجه والحاجه ديت عاوز انا اشدها، عاوز اشد الحاجه دي، لو انا شدتها كده هتتشد معايا، لكن لو انا ضغطت بصبعين كده، ضغطت بصبعين، فهتلاقي ايه؟ ده بيشد، وده كان ده لبره وده لجوه، المحصله بقت بزيرو، لكن في منطقه هنا متاثره، يعني حست بايه؟ بستريسز، لكن المنطقه ما تمشي شويه مفيش حاجه، لكن في منطقه هنا اتاثرت اللي هي الحته دي بالظبط، لان انت شادد حاجه وضاغط بصبعين على حاجه ثانيه، فهيحصل في المنطقه ديت ايه؟ هيحصل في المنطقه ديت ان يبقى الاستريسز فيها لا تساوي ايه؟ صفر، لكن الاستريسز هنا هتساوي ايه؟ صفر. يبقى الاستريسز هنا حصلت فين؟ حصلت في لوكال اريا، وحصل لها بعد كده ايه؟ ماتت او تلاشت او ايه؟ او انتهت. فبالتالي انا اقدر اقول هنا ايه؟ ان دي ريجون بتمشي مسافه وبعد كده ايه؟ خلاص ما عادش في وجود للاستريسز. المسافه دي قد ايه؟ اللي احنا قلنا وان الممبر ايه؟ وان الممبر ايه؟ ديبس.